انه ما كانش في صوابه. انت مدير فني متميز وقادر انك يعني تدير اي فريق في الدوري الممتاز. طيب انا بشكرك اولا طبعا على الكلام الجميل، وفعلا كل كلمه قلتها ليك حق فيها. طب الحمد لله. لكن انا يعني قصاد نادي الاتحاد بتضعف انا عارف. وصحح يمكن هو اسمها رئيس جهاز مش مدير كوره. رئيس جهاز الكوره. ودي اشتغلتها في نادي الاتحاد 3-4 مرات. تمام. وعمري ما هشتغلها في اي نادي غير نادي الاتحاد. أنا نادي عارف. الاتحاد ناديه ومحتاجني في الموقع ده، فما عنديش مشكله خالص. تمام. في ايه تاني؟ هو اتفضل. لا فهي دي جزئيه كانت يعني مهم جدا انها توضح، لكن هو انا في الاصل بخلص مهمتي مع النادي، لان يهمني النادي يبقى فيه نظام، يبقى فيه امور كثيره جدا بنحاول نعملها ان شاء الله، وبعد كده بخلص مهمتي وبرجع لمكاني الطبيعي كمدير فني يعني. طب يعني الاختيار ما بين الاختيار والرحيل فتره يعني قول صغيره جدا، كان اسباب القبول واسباب الرفض ايه؟ لا مش فتره قصيره ولا حاجه، هي هتاخد وقتها الموسم ده يعني. انا حتى قلت في المؤتمر الصحفي اللي كان بيقدموا فيه الخواجه المدرب او المدير الفني للفريق بلادينوف، انا قلت السنه دي انا في راحه من التدريب لحد ما نادي الاتحاد ان شاء الله يستقر بشكل او باخر يعني. طب يعني انت شايف يعني رحيلك في الوقت الحالي مبكرا ممكن يسبب ازمات ويصير بعض اللغط انك تحرك مثلا، لان سمعت كلام اسمح لي برضو اقوله يعني حضرتك وترد عليه لحقك، انه كانوا بيتكلموا بيقولوا وجود الكابتن محمد عمر في منصب مدير الكره هيبقى عينه بعد كده على منصب المدير الفني للاتحاد السكندري، وانا اعرفك على المستوى الشخصي. نعم هو ده أثير فعلا. وكان الرد حاسم في خلال المؤتمر الصحفي، قلت أنا راجل بحترم كلمتي وعارف حدودي تماما، وأنا شخصيا وأنا مدير فني ما أقبلش أي حد يتدخل في شغلي، وبالتالي مستحيل أتدخل في شغل الراجل. كلام محترم. وإحنا ماشيين بشكل ممتاز لحد دلوقتي، الراجل له الكلمة الأولى والأخيرة كمدير فني يعني، وإحنا عوامل المساعدة كلها يهمنا مصلحه النادي يعني. اكيد. فده كلام طبعا الحقيقه على ارض الواقع مش موجود. انا اعرفك كابتن محمد بصفه شخصيه. طب هل كان برضو من ضمن الاسباب عدم وفاء مجلس الاداره بالصفقات الجديده؟ لا بالعكس. هو يمكن امبارح بس حصلت المشكله، كان المفروض تطلع الشيكات للعيبه اللي وقعت اللعيبه الجديده، فكان النادي مسافر بره. النهارده الصبح انا بكلم حضرتك وانا في النادي من الصبح، رئيس النادي قاعد بيوقع الشيكات وهناخدها نديها للعيبه اخر النهار وانتهى الموضوع. وانت برضو مكمل يعني مكمل برضو انت استقلت؟ بس انت مكمل الجزئيه الاخر. لا انا ما استقلتش، انا قلت انت ما استقلتش يعني انا موجود. لا ما استقلتش انا موجود. طب. اول ما تطلع الشيكات كلموني اروح اديها للعيبه. طب اسمح لي اسمح لي يا كابتن برضو معلش، اصل انا قلت استقاله الكابتن محمد عمر من 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 منصبك، انت كويس اصلح برضو لكل المشاهدين. أيوة. ونقول أيوة. برضو من خلال حضرتك تاني ان حضرتك باقي مع الاتحاد السكندري. باقي، وانا قلت لهم انا هروح التمرين لما يبقى معايا مستحقات اللعيبه، لان انا وعدت اللعيبه ان تاخد مستحقاتها وانا اللي هجيبها لهم، فما ينفعش اروح الملعب وانا معيش مستحقات اللعيبه. ده برضو خرجت. ده حاجه تحترم منك انك انت عايز تحافظ على شكل وكيان الاتحاد السكندري في صوره كابتن محمد عمر، في صوره برضو المجلس اللي لازم يبقى يوفي بالوعود مع اللاعبين الجدد. بالظبط، وده اللي حصل فعلا، ورئيس النادي موجود بيوقع الشيكات وهاخدها اطلع التدريب كمان شويه واسلم اللعيبه شيكاتها وانتهى الموضوع تماما يعني. طيب اذا الكابتن محمد عمر هو رئيس جهاز الكره بنادي الاتحاد السكندري ومستمر في عمله مخلصا للنادي الاتحاد السكندري. دي حقيقة فعلا، وادعوا لنا بس ربنا يوفقك. بندعي لك والله لسيد البلد بالتوفيق كابتن محمد، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن محمد. ده كان توضيح، هو ده دور البرنامج او دور صحافة النهار، يعني من المصدر نفسه الخبر بين الاثبات او النفي. هو الكابتن محمد عمر طلع وقال له الراجل مكمل، هو بس كان في خلاف في وجهات نظر عقود اللاعبين او مستحقات المبدئيه للاعبين اللي لسه كان مجلس الاداره ما وقفش بيها، هو الراجل خلاص بيمضي على شيكات رئيس النادي، والكابتن محمد عمر هيروح بشيكات حب يروح للاعبين بشيكات، وده برده يا جماعه حافز مهم جدا، زي الموظف بالظبط لما يبقى قاعد مستني ان رئيسه في الشغل او مديره او 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 دايما بيقول له خلاص انا يعني ما فيش مرتب النهارده، لا طب انا هاجي لك بكره بالحاجه بنفسي. ده